مختلفة، لكن أولئك لتتجافى جنوبهم عن المضاجع هم خوفا نقناهم الارتفاع إلى مواضع عليا يا ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. ولذلك النبي عرف الرسالة يوم دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا، يروى عنه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان على دابته، ولما دخل مكة دخل مطأطئ رأسه من شدة الخشوع حتى وصل فمه أو رأسه إلى ظهر الدابة، قمة الخشوع، وهو انتصار حاسم. دخول النبي وما دخل مكة كان انتصار حاسم 100%. يوسف عليه السلام لما دخل عليه أبويه ودخلوا إخوانه وعبرت الرؤيا وتحققت ذلك تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، خروا له سجدا. وش قال يوسف عليه السلام هنا؟ ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة. إيش قال؟ توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قمة التكريم والعز وقمة التواضع، وهذا هو هذه تربية الأنبياء. بل سليمان عليه السلام ماذا قال؟ قال لما هو يكلم الطير وتتحرك الريح بأمره ويعرف منطق الطير، وكلم النملة، وش قال لما شاف هالمناظر وهالقوة اللي أعطاها الله رب العالمين؟ قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. تاريخ الأنبياء كله تاريخ تواضع وتاريخ تربية، مع أنهم وصلوا أعلى درجات، يكفي أنهم أنبياء، درجة الرسالة والنبوة ومقامها مقام عظيم، لكن انظروا التواضع. بخلاف قارون أعطاه الله ماله وكان فقير. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، بعدها بآيات قال الله جل وعلا إنما أوتيته إيش؟ على علم عندي. تراه من عندي، كيف أوتيته على علم عندك؟ هذا التكبر الذي يرفضه القرآن. ولذلك أنصحكم، أعطاك الله قوة في الدين، قوة في العلم، قوة في الشهرة، مكانة، حضور عند الناس، أعطاك الله جاه، أعطاك الله ملك، أقول والله أنت وضعت لله رفعك، وإن تكبرت على الله وضعك سبحانه وتعالى. هنا طيب النبي طاف بالبيت مع جبريل سبعا في ملحوظة، طبعا أود لكم تركزون معي في هذا الموضوع. ترى كل رحلة الإسراء والمعراج فيها رموز، تلقون الرمز بسيط لكن المعنى تحته كبير وعظيم. ولذلك شغل مخك باختصار على أساس نستطيع نخرج بهذه المقاصد الكبيرة. وسترى هذه الرموز، الرسول يطوف تفاجأ وهو يطوف، خلص الحين سبع أشواط، فإذا النبي يرى دابة غريبة، مخلوق جديد أول مرة يشوفه ولونه أبيض. يصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدابة يقول فوق الحمار ودون البغل أكرمكم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قال هذا البراق، هذه دابتي اللي جبتها من السماء، تركب تخاويني عليها يركب. ولذلك النبي تعلم هذا الخلق من جبريل. في حديث الإمام أحمد في المسند حديث معاذ قال كنت رديف النبي عليه على الحمار أكرمكم الله، قال لي صلى الله عليه وسلم اركب يا معاذ، قال أركب هذا حمارك؟ يعني ما أقدر. ولذلك شعب البيهقي يقول في شعب الإيمان صاحب المكان أولى بمكانه وصاحب الدابة أولى بظهرها. قال كيف أركب؟ ما تكفيك؟ قال اركب معي اركب. يقول معاذ فركبت معه، يقول فركبنا يعني ضيق ظهر الحمار مو كبير وأنا حاشر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فمشينا قليلا ثم عثر الحمار وسقط النبي وسقط طحنا كل أبونا. يقول أنا قمت مستحي والرسول يتبسم أدب وتواضع، قال ما عليك اركب اركب. يقول فركبنا مرة ثانية فمشى الحمار وسقطنا، وقام النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم وأنا مستحي. ضحكت لك الأيام يا علم الهدى واستبشرت بقدومك الأعوام، اضحك لأنك جئت بشرى للورى في راحتك السلم والإسلام صلى الله عليه وسلم. يقول فقال جبريل اركب معي على هذه الدابة، هذه الدابة البراق وسيلة المواصلات. وش باقي مواصفاتها يا رسول الله؟ اسمعوا كيف البراق. قال هذا البراق يضع حافره عند منتهى بصره، يعني وين يوقف البصر يحط حافرة. الحين حنا كبشر لو المكان ذا مفتوح، أنا ما أعرف الحقيقة بالضبط كم يصل البصر السليم البصر 100%، لكن أتصور كيلوات ممكن يشوف أقصى بعيد. لك أن تتخيل هالحافرة هالدابة هذه حافرها مكان رجلها أكرمكم الله آخرها تضعها عند منتهى ذلك البصر، ولك أن تتخيل كم سيكون نظر هذا البراق
الذي جاء من السماء 10 كيلو أكثر أقل الله أعلم. البراق النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم الآن تراه يقول يضع حافره عند إيش؟ عند آخر بصرة. ترى الرسول يتكلم عن سرعة الضوء، هذه قوانين الفيزياء الحديثة، يعني هذه المعلومات التي يتحدث عنها النبي يعني منتهى طرف البراق آلاف الكيلوات. كم استغرق يعني رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى فلسطين؟ إذا كانوا أهل مكة يركبون على الإبل يجلسون شهر وهم حتى يصلون لفلسطين، النبي صلى الله عليه وسلم أسري به في تلك الليلة ورجع ولا يزال فراشه دافئا، يعني كم استغرقت؟ الصحابة سمعوا القصة من النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا لك أن تتخيل وصدقوها. احنا الآن عندنا طيارة وعندنا صاروخ، ويمكن العقل المجرد لولا أنه كتاب منزل قرآن نص شرعي العقل المجرد لا يصدقها، وحنا نشوف الصواريخ ونشوف الطائرات ونقطع الطرق بل نقطع البحار والقارات في ساعات، ومع ذلك يمكن الواحد يجلس يضرب أخماس وسداس بالعقل المجرد. أما الإيمان المطلق فنحن نؤمن بما جاء عن نبينا وما جاء في هذا الإسراء. لكن تخيلوا الصحابة في تلك اللحظة كيف كان حالهم، ولذلك واجهوا بالصدق والتصديق لأنه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. طبعا هنا الله سبحانه وتعالى يخبر، الله لما جاب البراق يبغى يقول لنا، طبعا فيه لفتة وقلت لكم رموز، يقول لكم رب العالمين ترى علمكم عند علمي لا شيء، وهذا تحدي من الله، كأنه يقول شوفوا البراق أنا أعرف أنتم يا أمة محمد بتكبرون وتتعلمون وبيصير عندكم صاروخ وسيارة وطيارة وعندكم سرعة وعندكم قنوات فضائية وعندكم أقمار وعندكم اتصالات، لابد أخبركم أتحداكم لأن علمي يسبق علمكم، وترى علمكم عند علم الله مع علماء الفيزياء وعلماء الكيمياء وعلماء البشر وعلماء البحار وعلماء الفلك، كل هذه العلوم عند علم الله ذرة جل في علاه. وهذا معنى أيضا خطير، ويجب أن نفهم إذن الله جل وعلا يخبرنا أن هذا المخلوق الخاص جاء لتوصيل محمد عليه الصلاة والسلام. طيب نبينا محمد لماذا الله أيضا أرسل له الدابة؟ فيه رمز آخر، رسولنا هو رمز العلم، أليس أول رسالته اقرأ؟ بلى، ولا بد مهما يا محمد بلغتم من العلم وسبقتم في العلوم تعرفون أن علومكم عند علم الله جل وعلا لا شيء، فهو الله مالك الملك سبحانه وتعالى. البراق سمي براقا لأن سرعته مثل البرق، وأنا أقول لكم الآن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يركب على هذه الدابة البراق ومعه جبريل عليه السلام يركبون مع بعض، يقول اسمعوا النص الحديث، يقول النبي فركب جبريل فركبت والله لا يفوتني ولا أفوته، يعني أنا مراقبة وهو يطالعني. أنا استنبط رأي اجتهاد أن النبي يفخر بهذه الصحبة، يفخر بقربه من جبريل وإني أتابعه. أبسأل عيالي وشبابنا وبناتنا من صاحبك من صاحبتك؟ باختصار هو قالوها